السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالسادة المشاهدين في هذه الحلقة الأولى من سلسلة حلقات جمعية فاديب اليوم مع القطب التكنولوجي، وهي تكوينات ستكون مسترسلة إن شاء الله في جميع المواضيع. اليوم يوم تكويني حول المنصات الرقمية، وسوف ينشط هذه الحلقة الأستاذ سليم مختار، لكن الذي سوف يقوم بالتكوين فهو يعني مجدد مغربي حاصل على عدة جوائز، وهذه السنة سيمثل المغرب إن شاء الله في أستراليا. له يعني من الخبرة الباع الكبير. مرحبا بضيفنا، أو هو الحقيقة ليس ضيف وإنما ابن الدار. مرحبا بالأستاذ محمد قاسو. السلام عليكم، شكرا سي سليم على الاستضافة، وأنا جد سعيد بتواجدي معكم. وأنا كما قلت ابن الدار، ابن فاضيب. قبل أن تكون فاضيب كنت يعني في الكناب، وأتمنى أن هذه الحلقة تكون مفيدة وتعطي ثمارها. سؤالي لك في الأول، يعني لماذا اختيار هذا الموضوع المنصات التعليمية وخصوصا تيمز؟ صراحة يعني لقد جربنا عدة منصات واشتغلنا بعدة منصات، يعني موديل إفخون إلى غير ذلك. مع ظهور يعني منصة تيمز فهي منصة شاملة، يعني أنا أعتبرها بأنها يعني قسم حقيقي وليس قسم افتراضي، يعني توجد بها كل ما تريده. إذا أردت أن يعني تقوم ب يعني لقاء تزامني، يمكن أن تقوم بلقاء تزامني آني، ويمكن أن تقوم بلقاء تزامني متى شئت، يعني مع المتعلمين في نفس اللحظة. يمكن أن تستعمل معه الهاتف، يعني تتحدث مع المتعلم أو مع شخص ما تريده، يمكنك أن ترسل له الشات، يمكن أن تقوم بلو بارتاج مع دي فيشي دي دوكيمو، ممكن أن تنجز اختبارات إلى غير ذلك. وهي سهلة التطبيق، يعني أي يعني ممكن تلاميذ المرحلة الابتدائية يمكن أن يستعملونها، فهي منصة، وبالإضافة إلى هي منصة جميلة جدا. إذن شكرا، مرحبا بالسيدة والسادة معنا على اللقاء المباشر، سعداء باستقبال أسئلتكم حول موضوع المنصة تيمز. فمحمد قاسو فهو غني عن التعريف، يعني وقد اشتغل بمعية مجموعة من الخبراء حول موضوع تيمز، كما أنه شارك في تكوينات عن بعد سواء هنا بالمغرب أو بالخارج، بأمريكا بكندا. إذن فاليوم يوم تكويني، وجمعية فاديب تضرب لكم موعدا مع مجموعة من التكوينات الحصرية والجديدة كليا، ومع يعني خبراء من كل حدب وصوب. فمرحبا بكم، وإن شاء الله سوف تسترسل هذه التكوينات خلال الأسبوع، هذا الأسبوع بالإضافة إلى الأسابيع القادمة، وبالتالي فهي سنة دأبت جمعية فاديب أن تنظمها ابتداء من هذا الأسبوع. مرحبا بكم، وأيضا نرحب بكل يعني ما تطلبونه، فمرحبا بكم من خلال الشات أو الدردشة أو من خلال أصدقائنا في الفيسبوك، أصدقائنا على اليوتيوب، مرحبا بالجميع. سؤالي أيضا لك محمد، كيف ترى يعني استعمال منصة تيمز هذه الأيام، وخصوصا بعد هذه الجائحة؟ ونتمنى من العلي القادر أن يعني تنزع علينا هذه الغمة ونعود إلى حياتنا. إذن لماذا أو ما هي الخصائص المميزة لتيمز؟ ربما هناك منصات أخرى، ما هي الخاصية الفريدة لدى تيمز؟ إذن أخي سليم، سوف يعني تلقى المنعرض الذي سوف أقدمه الآن، سوف تعرف مجموعة من الخاصيات التي سوف أشاركها مع المتعلمين مع المشاهدين. بالمناسبة فتيمز خصصنا له حلقتين، اليوم سوف تكون حلقة أولى، والأسبوع المقبل إن شاء الله سوف تكون له حلقة ثانية. بالنسبة لتيمز أنا اخترت الجانب البيداغوجي الذي يمكن أن يستعمله الأستاذ، ولن أتطرق إلى مثلا ما يوجد داخل المنصة فقط على ما تحتويه المنصة. إذن سوف أقوم يعني بارتاج ديكون لكي أجيبك عن سؤالك. إذن تفضل، وتكوينا رائعا إن شاء الله. في انتظار أن الشاشة واضحة سليم؟ ليس بعد. هل الشاشة؟ ليس بعد. تفضل، الآن الشاشة واضحة. إذن كما قلت، فتعريف المنصة هو عبارة عن منصة رقمية تمكن من عمل المحادثات، التواصل بالصوت والصورة، وهذا هو الجميل في المنصة. المحتويات التعليمية
كما قلت يمكنك يعني ان تقوم بلو بارتاج افيك لي زيليف او يعني مع الاساتذه يعني جميع يعني اي دوكيمون تريد باوربوينت فيديو اختبارات يعني حتى انهم يقومون بعمل مجموعات يعني لكومبيتونس دو 20 سيكل يمكن ان نستعمله هنا في هذه المنصه. وايضا هناك ان تشارك تطبيقات اخرى جميله جدا وتمكن من والجميل ايضا انك انها تمكن من انشاء فصول افتراضيه للمدرسين. والجميل ايضا انك هذه المنصه يمكنك ان تستعملها عبر الكمبيوتر او عبر جهاز لوحي او الهاتف النقال. مثلا انا بالمنزل يمكنني ان استعمل الحاسوب. مثلا كنت بالمقهى ويعني واراد احد المتعلمين مثلا لم يفهم شيئا ويعني طلبني مثلا كي اشرح له يعني مثلا درس ما او يمكنني في المقهى ان اقوم بعمليه المحادثه سواء بالصوت او الصوره او عن طريق الكتابه. ويمكنني ايضا ان اشاركه معه درس ما. بالاضافه الى ذلك ان تستغل على نظامين ايزو ولاندرويد يعني في الهواتف. اذا كما قلت يمكن تستعملها مع الحاسوب بالتابلت البراوزر يعني ايدج كروم سفاري الى غير ذلك حتى يعني الحواسيب الماك يمكنك ان تستعمل هذه المنصه. المنصه الان يعني اكثر من 500 الف مؤسسه تستخدمه في العالم، اكثر من 13 مليون مستخدم في العالم، وهو يدعم 53 لغه من بينها يدعم اللغه العربيه التي نحتاجها في يعني في المغرب. بالاضافه الى ذلك كما قلت فهو ضمن حزمه لوفيس 365 التي متوفره لدى التلاميذ والاساتذه في المغرب بالمجان. بالاضافه اذا كنت ممكن ان تستعمل المكالمات، يمكن ان تستعمل الشات، ويمكن ان تستعمل يعني الفرق يعني تخلق فريق وتتحدث معه بالصوت والصوره لقاء تزامني. يمكن الخاصيه الجميله التي لديه ايضا فهي هناك الوان نوت، وان نوت كلاس روم. انا اعتبره بالنسبه للاستاذ فهو قسم بدفاتره وباختباراته وحتى بدفتر الغياب الى غير ذلك، واعتبره بالنسبه للمتعلم كمحفظه. وهذا ما سوف نتطرق اليه في الاسبوع القادم ان شاء الله عندما سوف تكون حاضرا معي ان شاء الله. بالاضافه الى ذلك فهو يدعم مجموعه من التطبيقات من بينها التطبيق الجميل جدا والذي استعمله انا الويكليت لإنشاء مشاريع بالنسبة للمتعلمين أو يمكن أن تقدم فيه دروس للمتعلمين. يدعم مودل، يدعم تمارين تفاعلية كهوت، يعني كما قلت يدعم مجموعة من التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك فيعني تيمز يمكنك لن أعيد ما قلته، إذا يمكنك تتقاسم الصوت والصورة، يمكن أن تتقاسم المستندات يعني ملفات PDF أو بوينت فيديو أصوات صور إلى غير ذلك. الجميل كما قلت كلاس نوت بوك فهو جميل جميل جدا رائع، يمكن أن تقدم يعني اختبارات وتمارين تفاعلية للمتعلمين، وكما قلت يمكن تدمج فيه تطبيقات أخرى. إذا بالنسبة للواجهة سوف نتعرف عليها، هناك أكتيفيتي تعني أنه ما يعني ما تتوصل به من جديد في عن طريق المجموعات سواء رسالة أو لقاء تزامني أو يعني بارتاج دان دوكيمون تجده هنا في اكتيفيتي لا كونفرساسيون. كما قلت هنا يمكن ان تقوم بمحادثات مع شخص ما واحد او مع تلميذ او مع مجموعه من التلاميذ. مثلا هناك تلاميذ يكونون ضعاف في مثلا ماده ما وتريد ان تقوم معهم بدعم وتختار فقط هذه المجموعه للمحادثه، وسوف نرى مثلا يمكن ان تكون لديك يعني قسم ويكون بداخله اقسام صغيره يعني قنوات نسميها ليكانو سوف نراها. ايضا هناك الدوفوار يعني اختبارات والتمارين التفاعليه، هناك كالندري لعمل لقاءات تزامنيه، وهناك ابيل الذي قلت لك الخاصيه الجميله يمكن ان يتحدث شخصين او ثلاثه اشخاص او اربعه اشخاص. هنا التطبيقات التي يمكن ان تضاف. هنا سوف نتطرق لهذه المسألة في اللقاء. مميزات المنصة وهي بالنسبة للملفات وضع وتبادل الملفات والموارد من نصوص وأصوات أو فيديوهات، دفتر الملاحظات اللي قلت لك وان نوت كلاس روم، إنشاء الموارد من نصوص وأصوات أو فيديوهات
وتخزينها في دفتر الملاحظات. هناك الاختبارات، يمكن إنشاء اختبارات وتقدم لهم النقاط والتغذية الراجعه. هناك الدرجات، أن الأستاذ يعطي النقاط للمتعلمين مع الفيدباك، يعني التغذية الراجعه، وهذه مهمة ومهمة جدا، أنا أعتبرها يعني خاصية جميلة يعني كقسم افتراضي، يعني ربما لا نستعملها داخل القسم لأن يكون لدينا داخل القسم وقت ضيق، ولكن عن بعد يعني يكون الأستاذ الراحة ويمكن أن يجب على كل تلميذ يعطيه يعني تغذية راجعة على ما قام به. وهناك اللقاءات التزامنية. سي محمد نعم، قبل ما يعني قبل ما تمر الموضوع، بالنسبة للناس الذين يعني لم يسبق لهم أن شاركوا في دورة كوينية حول التيمز، فهل يعني من الممكن أن يجد كل واحد دالته، سواء أستاذ، سواء مدبر يعني مدير، سواء يعني مؤطر، سواء مفتش، سواء مسؤول عن التوجيه يعني المستشار ديال التوجيه، واش يعني من خلال هذه المنصة تيمز هل يمكن لكل واحد من هذه كما ذكرنا يعني يمكن أن يجد دالته، وبالتالي هل منصة تيمز تخلق ذلك الفضاء الذي يجمع كل هذه الهيئات وهذه هذه المجموعة من الفاعلين التربويين؟ نعم سأجيبك. المنصة في البداية كانت خاصة برجال أعمال، وبعد ذلك يعني دخلت إلى التعليم، ويعني الآن فهي يعني تقوم بتطوير نفسها، وكما قلت سوف تصبح يعني منصة جامعة، يعني كما قلت مدرسة، لا نقول مدرسة، قل سوف تكون مثلا مديرية إقليمية، يعني الكل يمكن أن استعملها، المفتش يمكن أن استعملها، الأستاذ يمكن أن استعملها، حتى التلاميذ يمكن أن استعملها. يمكن أن مثلا عندما نقوم بالمراجعة مثلا أستاذ يطلب من المتعلمين أن يقوموا ببحث ويكون بحث جماعي، وهذا ما وقع مثلا لابنتي، ابنتي تسكن مثلا في منطقة ولديها صديقات، الوقت يعني غير كافي بأنهم يذهبوا إلى يعني منزل ما بالليل، فاقترحت عليهم فكرة أنهم إنشاء منصة ويتبادلون فيها المعلومات ويتبادلون فيها ما يعني ما طلبوا منهم أستاذ، وفعلا كانت يعني فكرة رائعة جدا. بالإضافة إلى ذلك أنهم استعملوا كما قلت لك ويكليت لعرض المنتوج، يعني عرض منتوجهم بطريقة جميلة وبطريقة احترافية، وهذه الخاصية يمكن هذا التطبيق يمكن إضافته إلى تيمز. إذن فأي شخص يمكن أن يجد دارته في هذه المنصة. أنا كما قلت هناك منصات جميلة جدا، مثلا المودل التي نشتغل بها فهي منصة جميلة جدا، ولكن كما قلت لك تيمز فهي يعني ببساطتها يعني بسيطة جدا وسهلة الاستعمال، يعني كما قلت لاحظ معي هنا يمكن أن تقوم بالميتين، يمكن أن تقوم بالكال، يمكن أن تضيف تطبيقات جديدة، حتى يعني الواقع المعزز وضعوا تطبيقات للواقع المعزز داخل هذه المنصة. هناك الشات، هناك تبادل الملفات، وهناك يعني اللغة، يعني 53 لغة، يعني ليس بسهل. أنا بالأمس كنت في لقاء مع مجموعة من الأساتذة، من أساتذة من سوريا، من مصر، من تونس، من فرنسا، من سويسرا، الكل يستعمل منصة تيمز، الكل وجد ضالته في منصة تيمز. هناك من يستعمل منصات أخرى، ولكن الكل يقول بأن منصة تيمز جامعة، بالإضافة أنها يعني كل يوم تتطور. ربما أننا نحن في المغرب ليست هناك يعني بعض التطبيقات تشتغل عندنا، ولكن بالنسبة لبعض الدول مثلا أعطيك مثال، الحاضر الذي كان معنا من فرنسا، وهو لا يتقن اللغة العربية، لكن في يعني في تيمز الذي الترجمة الفورية، يعني حضر معنا اللقاء فقال أعجبني ما قدمت. قلت أنا كنت أتحدث بالعربية وبالفرنسية، قال لي لدينا خاصية الترجمة الفورية، إذن هذه يمكن أن تستضيف شخص ما من أي دولة ويمكن أن تقوم معه بمحاضرة. إذن نعم، هناك خاصية جميلة في طبيعة الحال. فنحن في المغرب ويعني منذ ظهور هذه الجائحة فكان الاختيار هو تفعيل هذه المنصة، رغم ما يعني نجده من صعوبات بالنسبة للتلاميذ. أكيد أن معظم التلاميذ سواء بعيدون في مجال قروي سواء في المدينة، ولا يتوفرون كما قال أحد المتدخلين على هواتف جديدة التي تتحمل هذه النوع من المنصات أو هذا النوع من المنصات، لكن هي ربما نقطة بداية للتعرف على هذا الفضاء، ولما لا نشتغل به فيما بعد بالإمكانيات المطروحة. إذن تفضل. نعم أخي سليم، هذا المشكل ليس في المغرب. أنا قلت لك يمكن أي شخص أن يستعمل المنصة التي
يرتاحوا لها. انا فقط من وجهه نظري ومن يعني من اطلاعي على هذه المنصه صراحه اعجبتني يعني. والجميل انها كل يوم تتطور يعني. سوف كما قلت لك سوف تصبح يعني منصه تعليميه بامتياز يعني. سوف تجد ما تريد يعني عندما تطرح سؤال ما يعني. الجميل ان القائمين على المنصه يعني يستمعون الى 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 اقتراحات الاساتذه لانهم يريدون ان يطوروا من هذه المنصه. وكما قلت لك اليوم سوف اريكم اضافه جميله جدا, تطبيق جميل جدا سوف يعني يضاف الى 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 المنصه ويعطيك جديد. لن اقول الان حتى اصل اليه يعني. كما قلت لك وجدت حتى انا كنت اشتغل على الـ 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 ماذا أقول, الواقع المعزز. وجدت تطبيق يمكن استعمال الواقع المعزز داخل منصتي, يمكن استعمال سكراتش داخل تيمز, يمكن استعمال يعني أونلاين يعني يمكن استعمال مجموعة من التطبيقات. تيمز يعتبر حاضن يعني لمجموعة من البرامج والتطبيقات. سؤالي الأخير قبل أن تمر إلى العرض, في إحدى الحصص مؤخرا استمعنا إلى ممثلة مايكروسوفت وقالت في المغرب بأن هناك تقريبا 165 ألف تلميذ يتعاملون بالتيمز. هل هذا الرقم يعني يعتبر مشجع نوعا ما وبداية مشجعة يعني دخول تلاميذ أو لاستفادة التلاميذ من هذه خدمات هذه المنصة؟ أخي سليم حتى لا أكون متشائما, أنا يعني هذه بداية موافقة يعني في ظرف كما قلنا ما يعني الفيديوهات التي أنجزت في تلميذ يعني في ظرف قياسي يعني. حتى الأساتذة الذين كانوا غير معنيين ولا يهتمون بالتكنولوجيا أصبحوا الآن يهتمون بالتكنولوجيا. لاحظ الكم الهائل من الأخوة. بالنسبة للمتعلمين المشكل لماذا وقع لدينا المشكل؟ المشكل لأنه هناك يعني مشكل تفعيل حساب تعليم, أننا لم نكن يعني نتعامل مع هذه المنصات من قبل داخل الأقسام. من كان يتعامل مع متعلميه بهذه التقنيات الحديثة فلن يجد هناك صعوبة. الصعوبة كما قلت أنت هي في توفر الانترنت, في توفر الوسائل يعني تابلت, الهاتف إلى غير ذلك يعني. هذه كانت مسؤولية, هذا هو المشكل. سأقول لك وليس كما قلت لك في المغرب, فيليب ميريو اليوم في إحدى حواراته ماذا قال؟ فيليب ميريو قال حول التعليم عن بعد خلال هذه الظرفية أن التعليم عن بعد كشف الفوارق الاجتماعية وعمقها, لأن هناك تلاميذ ليست لهم إمكانات ولوج الانترنت, وهناك عائلات لا تتوفر إلا على شاشة أو حاسوب واحد. علاوة على ذلك لا تسمح شروط السكن لبعض الأطفال بالانعزال لينجزوا أعمالهم ويفكروا في هدوء. إذن لكي تعرف بأن هذا المشكل ليس مشكل المغرب فقط, فهناك كما قلت لك بأن حتى يعني المسؤولين عن التعليم واعين بهذه التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتأثيرها على عملية التعليم والتعلم. ولكن كما قلت هذه التقنية تجربة جديدة بإيجابياتها ونواقصها, بل ستكون نقطة انطلاق, وهذا الذي يشجعني ويفرحني, هي نقطة انطلاق في تغيير السياسة التعليمية مع تعزيز إدماج التكنولوجيات في ممارسة التربية وتحقيق مفهوم جديد للتربية يتلائم مع التطور العلمي والتكنولوجي. إذن هذه البداية, سواء لو دخلوا حتى مثلا عندما يكون لديك قسم ولديك 40 تلميذ وولجت 10 تلاميذ فهذا مفرح, فهذه بداية للتعامل مع هذه المنصات والتعامل مع ما هو رقمي. إذن فأنا يعني جد سعيد بهذه النتائج. نعم, إذن واصل لنا الآن التكوين سليم والمفرح. سليم قبل أن أمر هو المفرح, لاحظ كم عدد التكوينات التي قدمت حول تيمز, حول الأسانكبي, حول الكامتازيا, حول الأخر هنا لكي تجد تفاعل يعني تفاعل حول هذه المنصات. وهناك يعني حتى مجموعة من التلاميذ الآن يشتغلون به حتى في العالم القروي. لو بحثت فستجد بعض التلاميذ في العالم القروي يشتغلون حتى على هذه المنصات. نعم تفضل. الآن سوف أمر إلى التطبيق. إذن كما قلت في البداية, إذن ممكن أن يعني تدخل إلى البراوزر وتقوم ب www.office.com/auto-2 وتدخل حسابك يعني حساب تعليم التسمية 65 وتجد تطبيق تيمز. إذن تضغط على تطبيق تيمز
وبعد ذلك انا لن اشرح يعني كيفيه خلق يعني ايكيب، لان مجموعه من التكوين ولا يعني تحدثنا على هذا الموضوع، حتى ان يعني المنصه يعني منصتي فيها مجموعه من المجموعات، تعديت كما كيقول العدد محدود، وخا هناك يمكن تقريبا اكثر من 250 ولكن لديه الكثير. اذا سوف اشرح عن طريق باوربوينت وادخل الى الموضوع. اذا تظهر لك هذه الواجهه، بعد ذلك تضغط على rejoint و كري ان ايكيب. اذا هناك ثلاثه انواع لكي يلج المتعلمين المنصه، سوف اشرحها بعد. اذا بعد ذلك تقوم بكري ان ايكيب. اما الخاصيه الثانيه، اذا كانت مثلا عندما ندخل يكون هناك كود، اذا تعطي للتلاميذ الكود، وعندما يدخل الى منصه تيمز يدخلون الكود هنا في هذا ادخل كود، وبعد ذلك يلج الى المنصه. واذا كنت تريد انشاء يعني فريق جديد، ان تضغط او ايكيب جديد، تضغط على كري ان ايكيب، تعطيك هذه القائمه. هذه القائمه لدينا فيها مجموعه من الخيارات، لدينا اربعه خيارات. الخيار الاول وهو الذي يهمنا كلاس، اذا هنا كلاس خاص ب القسم، يعني القسم التعليمي، يعني الاستاذ مع تلامذته، يعني الاضافه الجديده فيه هو الاختبارات، لا توجد في لا كوميونيتي دو فورماسيون بروفيسيونيل، يعني المجتمع التعليمي الاحترافي، وهو خاص بالمعلمين. يعني مثلا احنا اساتذه بغينا نديروا واحد جروب بيناتنا، ما غاديش نديروا كلاس، لاننا يعني ما غاديش، انت استاذ غادي نعطيك اختبار. اذا كنختاروا الخاصيه الثانيه كوميونيتي دو فورماسيون بروفيسيونيل. بالنسبه للبيرسونيل فهو فريق العمل، يعني الاداره، ممكن كما قلت من قبل واش يحتاجوا المفتش والمدير والنائب الى غير ذلك، ممكن، لان غيستعملوا هما حساب برو بيرسونيل، يعني فهو اداري لانه نفس الخاصيات، لكن الشيء الذي ليس به فهو فقط الاختبارات. واوتر هو خاص مثلا بانديه، مثلا انديه المدرسه، مثلا البستانه، التكنولوجي الى غير ذلك، يعني الانديه الموجوده في النادي الحقوقي الى غير ذلك يستعمل هذا. نحن لكي نعطي مثالا واضحا هذه الاقسام، نفترض اننا في مؤسسه اكس لديها السيده، لديها مجموعه من المواد تدرس، ولديها مدير، ولديها يعني مجموعه من الانديه التربويه، كذلك لديها مفتش، فكيف يمكن استغلال هذه انواع الاقسام عند انشاء الاقسام يعني كطريقه عمليه؟ نعم، اذا كما قلت سي سليم، اذا كما قلت لك بالنسبه للكلاس فهو الذي يمكننا ان نستخدمه نحن كاساتذه يعني داخل القسم. الخاصيات الاخرى يمكن ان يستعملها يعني المفتشون او المديرون او يعني اشخاص اخرين، حتى رجال اعمال، حتى المهنيين، حتى اي شخص ممكن ان يستعمل هذا. الجميل كما قلت لك سوف نتعرف عندما نتحدث عن المنصه. سي سليم تفضل ادخل الى الموضوع. اذا كما قلت عندما نقوم بخلق القسم كلاس، إذا تظهر لنا هذه كري فوتر إيكيب، إذا هنا نعطي اسم المجموعة، مثلا كلاس تروازياماني، أو مثلا قسم الباكالوريا أولى علمي إلى غير ذلك. هنا تعطي وصف للقسم، وصف عن القسم. بعد ذلك تضغط سويفون، ثم بعد ذلك تظهر لك هذه الواجهة، عندنا إتيديون وعندنا أونسينيون. مثلا نحن في الابتدائي يمكن أن ندين أستاذ اللغة العربية وأستاذ اللغة الفرنسية، يمكن أن نقوم بفريق واحد يعني فيه اللغة الأستاذ اللغة الفرنسية وأستاذ اللغة العربية. إذن هنا إتيديو ندخل المتعلمين فقط، ندخل أسماء المتعلمين. إذن كيف ندخل إيميل المتعلم؟ إذن غادي نديرو مثلا سليم، غير غندير سليم بوان المختار، غادي يعطيني المعلومات ديالو، غادي نكليك عليه، من بعد غنديرو أجوتي. إذا كان مثلا معي أستاذ مثلا اللغة الفرنسية سوف أضغط أونسينيو وغندخلو كأونسينيو، يعني غيولي عنده نفس الخاصيات اللي عندي أنا، يعني اختبارات التلاميذ كلشي، ماشي فاش كيكون عندك تلميذ. والتلميذ إلى دخلتيه المجموعة ما يقدرش يخرج، ما يقدرش يقول أنا بغيت نسحب من المجموعة نسحب، لا، إلا ما أنت ما قمتيش بعملية أنك ممكن أنك تفصلو، بحال راك في القسم تفصلو وتخرجو، ديرلو سوبريمي ما يمكنش يخرج، وهذه الخاصية الجميلة. من بعد غادي ديرلو أجوتي. سي سليم غادي نوقف البارطاج ديالك هنا باش ندخل مباشره للبرنامج، نعاود ندير البارطاج ديالكم. بالنسبه للسيدات والساده الذين يطلبون منا يعني الشرح مباشره،
فلا بد من توطئة، لأن هناك من لم يستمع أو لم يشاهد قط برنامج تيمز، لذلك فلا بد من التوطئة و يعني التحدث عن بعض الإحصائيات. تفضل سي محمد. سي سليم، أنا تحدثت في المقدمة لماذا؟ لأن هناك مجموعة من الأسئلة تطرح علينا وأردت أن ألخصها لكي لا يعني لأعطي المجمل، لأعطي كل شيء عن حول تيمز. الآن هل الشاشة ظاهرة؟ تفضل. نعم، كما قلت تحدثت من سبق، أكتيفيتي يعني أي نشاط يكون في المجموعات التي أنت تنتمي إليها، التي خلقتها أو صدفت فيها. ومثلا أنا مثلا في مجموعة وأحد أشخاص استدعاني يعني لكي أحضر إلى اللقاء التزامني، يعني يظهر لي هنا إذا شخص ما كتب مثلا رسالة أو وضع يعني بارتاج مثلا أن دوكيمو معي في أي مجموعة أتوصل به هنا. كونفرساسيون هنا يمكن أن أقوم به كما قلت حوار ثنائي أو ثلاثي أو أي شيء أرد. إيكيب هو الذي سوف نتحدث عليه، إذا لاحظوا معي هنا سوف. سي محمد، واش تشتغل بالبراوزر ولا بالابليكاسيون؟ لا بالابليكاسيون. اوكي، لان كاين ما تيبانش لينا مزيان. الا كان امكانيه ان ما كاينش امكانيه تزومي بالابليكاسيون، دونك ربما واصل البراوزر يسمحوا لينا يمكن تخدم البراوزر كوم سا باش تقدر تزومي شي شويه. واخا نخدم بالبراوزر ماشي مشكل. سأعيد البرتاج. سؤال، هل مستويات الابتدائي يعني يمكن للتلاميذ هذا المستوى ان يستعملوا هذه المنصه؟ نعم، انا قلت لك جميع المستويات يمكن استعملوا هذه المنصه. فقط شنو خاصنا غير نوجههم، ومثلا اذا كنا كنستعملوا مثلا الواتساب ندير لهم واحد الفيديو ونشرحوا فيهم بفيديوهات بسيطه كيفاش يولج المنصه، كيفاش يشتغل على المنصه. انا مثلا كما قلت لك ابني يعني يدرس بالمستوى الرابع ابتدائي يستغل يعني بالمنصه يعني، ولكن انا كنت اشرح له كيفيه اشتغال المنصه. اذا انتظر، هل تظهر الشاشه سي سليم؟ يلا دونك بعد لحظات ايضا يمكن استعمال هذه المنصة من الهاتف طبعا، ونتكلم عن الهاتف يعني الهاتف من الهواتف الذكية الحديثة. نعم سي سليم، الآن تظهر الشاشة؟ نعم نعم، كما قلت لدي أنا مجموعة من الـ 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 حاول تكبير سي محمد، حاول تكبير. كيف أكبر؟ من خلال يعني زوم تشتغل بالكروم. نعم بالكروم. يعني أكبر الشاشة الآن. هل الشاشة ظاهرة؟ كنترول بليس. مثلا عندي هنايا هذا الآن واضحة؟ سليم؟ زيد شي شوية. راه 200 إذا كبرت بزاف ما غاديش نقدر نشوف أنا، صافي؟ أوكي يلا. انا لدي مجموعه من سليم، انا كبرت ما غاديش يبان لي انا مزيان باش نشتغل. غادي نقص شويه لان كما يعلم الساده والسيدات المشاهدون فدائما يجب معرفه اهميه الشيء. طبيعه الحال هناك من يسمع عن تيمز ولكن لم يجرب، وهناك من ينتقي تيمز. نعم تفضل. الشاشه واضحه. اذا كما قلت انا لدي مجموعه من الاقسام التي مرت بها والتي انشاتها، يعني كل مره انشئ عندما اقوم بدوره تكوينيه انشئ مجموعه. اذا كما قلت الشرح هنا شرحته. اذا كنت مثلا كما قلت في البراوزر واردت ان يعني التطبيق يكون عندي في المكتب، لدي طريقتين. اما الطريقه الاولى اضغط هنا تيليشارجي لابليكاسيون دو بيرو، اذا اما في هذه من هذه الخاصيه، او الخاصيه الثانيه من هنا اذهب الى المكان الذي توجد به الصوره صورتي اضغط عليه هنا او هنا تيليشارجي لابليكاسيون دو بيرو. اذا اردت ان يعني اقوم بتحميل على الهاتف يمكنني هنا تيليشارجي لابليكاسيون موبيل، يعني سوف تكون عندي في الحاسوب وبعد ذلك يعني اقوم بربط بالكابل الهاتف مع الحاسوب واقوم ب يعني تثبيت تيمز منصة تيمز.
الخاصية الثانية يمكن أن أغير اللغة، لغة البرنامج، لغة المنصة كما قلت. من إذا أذهب إلى بارامتر، وبعد ذلك لاحظوا معي ماذا سوف يظهر. إذا هنا يمكن أن أغير التيم. إذا محمد نعم. أنا قمت بتسريع العملية وبالتالي لم يظهر جيدا ماذا قمت به، حبذا لو تعيد. وببطء. شكرا. إذن كما قلت، إذا كنت بغيت يعني أثبت المنصة على البيرو ديال سطح المكتب ديال الحاسوب، لدي طريقتين. إما أضغط من هنا بهذه المكان الذي به الشاشة وبه سهم، أو من هنا المكان الذي به الصورة. إذن أضغط بالمكان الذي فيه الصورة وأجد هنا تيليشارجي لابليكاسيون دو بيرو، وهو يقوم بعملية تحميل وحده، أنت لا تقوم بأي شيء، فقط الضغط وأوكي ويقوم بتحميل إلى هنا. هنا سي محمد عذر على المقاطعة، هناك بعض الأشخاص من يذهبون إلى البراوزر جوجل ويكتبون تيمز ويجدون في إحدى الروابط تحميل تيمز، فهذه الطريقة ربما يعني تلتقي مع فيرسيون أو مع واحد نسخة اللي عندها 32 بيت وانت عندك 64، وبالتالي لن يكون هناك توافق ولا العكس. إذن المرجو من السيدات والسادة اتباع هذه الطريقة لأنها هي أحسن طريقة. في الأول عندما نسمع بتيمز نذهب مباشرة إلى البراوزر، ثم أو من خلال الحساب تعليم بوا إم آ ندخل على حسابنا في 365، وعند الدخول إلى يعني المنصة عبر البراوزر فهذه هي الواجهة. عموما هذا كان الفضول الأول، أو يكون الفضول الأول. طبعا لا يمكن الاشتغال على طول بالبراوزر، نتجه إلى تنزيل التطبيق على الحاسوب، وهي الطريقة التي ذكرها سي محمد وهي الطريقة الصحيحة. نعم، حتى الاشتغال على البراوزر ليس كالاشتغال على التطبيق، حتى في عمل مثلا على الحاسوب على سطح المكتب كيكون السرعة يعني في الكاميرا ما كيسهلكش انترنت بزاف، يعني كاين خاصيات افضل بكثير في التطبيق على الاشتغال على البراوزر. بالاضافه اللي مثلا الذي يذهب الى جوجل قد يتصادم مع انه يقدر يقوم بتحميل النسخه رجال الاعمال ولن يجد كلاس يعني الخاصه برجال التعليم، لذلك يجب القيام كما قال السي سليم بهذه الطريقه، يعني تدخل الى حسابك في التعليم في التعليم اللي عندك او 365 في حساب 365 وتضغط على تيمز ويدخلك الى البراوزر، وبعد ذلك او اما غيقول لك البراوزر او يقول لك هل تريد التحميل مباشره وقم باللي بغيتي، تقوم بالتحميل على سطح المكتب او في البراوزر. اذا كما قلت حتى مثلا كاين اللي كيقول لك انا بغيت نتيليشارجي في التليفون ولقيت مشكل، اذا ممكن انه من هنا يعني من البراوزر يدير تيليشارجي لابليكاسيون موبيل وتحمل له في الحاسوب، ومن بعد ذلك يا اما في USB واما انه يركب الكابل مباشره مع الهاتف ويقوم بعمليه التثبيت. اذا هناك خاصيه اخرى عندما تكون هناك تحديثات، انا مثلا قمت بتحديث، هذا اخر تحديث عندي، يمكن ان تكون تحديثات مثلا احيانا تجد شيئا عندي ولا تجد عندك، تقول لماذا ما علاش انا هو عنده هذه وانا ما عنديش، وهي غادي نشوفها بلاتي. مثلا عند الاشتغال في 200 الخلفية، مثلا انا في البيت مثلا كنت في يعني بيت النوم ويعني في غرفة النوم وما بغيتش تشوف شنو عندي في غرفة النوم، يعني كنلقى احراج. اذا هنا ممكن ان ندير خلفية ولا يكون كيلعبوا الاولاد ديالي يعني ورائي ما غاديش تشوفهم، هذه كاين اللي عنده الضفط وكاين اللي ما ضفتش، ولكن انا دائما كنشوف كما كانت عندي هنا في هذا المكان هذا غادي يلقاو ميساجور. عندما تلقى ميساجور حاول دير لا ميساجور للمنصة، يعني إذا درتي لا ميساجور هنا في المنصة راه غتمشي مباشرة حتى لا ميساجور في التطبيق. كما قلت سي سليم أنا بغيت نغير الواجهة، بغيت نغير اللغة ديال المنصة، بغيت أنا باللغة العربية ما بغيتهاش باللغة الفرنسية ولا بغيتها باللغة الإنجليزية أو اللغات اللي بغيت. كما قلت كاين 53 لغة، إذا ماذا سوف أفعل؟ أذهب إلى نفس في المكان اللي كاين فينا الصورة ديالي، أضغط غنمشي البارامتر، أضغط على بارامتر، أنتظر. لاحظوا معي هنا الا بغيت نغير حتى الخلفيه تام، اذا واش غنخليه افتراضي ولا بغيت نديرو داكن ولا بغيت نديرو عادي التباين، انت كتختار. اذا الا ما لاحظتوا هذا مثلا هنايا غادي نشوفوا هنا غنلقاو اذا درت اوكي غيتبدل، لاحظوا من هنا كيفاش اصبح. الا اختاريت فرنسي
لاحظوا كيفاش غيصبح الا اختاريتي بار ديفو غادي يكون كما كان من قبل. هنايا العرض كيفاش بغيتيه، هذاك النسق الواجهه واش بغيتيها تكون غري يعني يكون تخطيط، ولا بغيتي تكون ليست لائحه يعني اللي غتبان. انا غنوريكم فاش مثلا هنا سوف اخذ هاد، واش بغيتيهم يبانوا بحال هكا او لا بغيتي بطريقه ثانيه. بهذه الطريقة يعني ليست نذكر السيدات والسادة المشاهدين أننا مع الحلقة الأولى من منصة تيمز وهي تتعلق بالأساسيات، فلن ندخل إلى تفاصيل، التفاصيل ستكون في الحلقة الثانية إن شاء الله، ونعمق كل ما يحيط بمنصة تيمز. اليوم فقط نعم. هي يعني أساسيات للولوج إلى المنصة. نعم، هنا كما قلت لك اللونج اختيار اللغة، كيف تريد اللغة؟ مثلا أردت اللغة العربية تضغط هنا وتبحث عن اللغة العربية. أنا غير نوريكم الطريقة ولكن سوف أعود للغة الفرنسية. إذا غتختار العربية المملكة العربية السعودية تضغط هنا. الكلافي كيف تريد، واش باللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية كما تريد، ودير أونجيستري وغوديماري. لاحظوا معي كيف ستصبح الواجهة. ننتظر مشكل في الانترنت. يعني بعض الاسئله، هناك يعني من التلاميذ او بعض الاقسام الافتراضيه من المفروض ان يكون العدد مثلا 31 وجد فقط 25. نعم هذا مشكل في يعني كما قلنا سابقا في مشكل ديال التعليم، يعني حساب تعليم، ولكن على ما اعتقد مؤخرا راه حلت هذه المشكله. يعني المدير يقوم بهذه العمليه يعني اعاده تهيئة للمتعلم وبعد ذلك يقوم بإعادة أو تهيئة الأقسام الافتراضية وسوف يكون جميع تلم. نعم لاحظوا معي الآن أصبحت القائمة عبارة عن قائمة وليست كما قلت من قبل. لاحظوا معي اللغة أصبحت باللغة العربية، إذن سوف أعيد أنا إلى اللغة الفرنسية لكي تسهل علي. إذن من الإعدادات ايضا في انتظار يعني تحميل الواجهه باللغه الفرنسيه. هناك بعض الاسئله، سؤال ل نعم هذا السؤال، نلاحظ اختفاء ايقونه المنصه على سطح المكتب والهاتف بعد تثبيتها، اذا فنلجأ الى الدخول على محرك البحث. هذا ربما مشكل يعني يتعلق بالحاسوب وبمتطلباته، ربما هناك مشكل في النظام. اختفاء أيقونة المنصة على سطح المكتب يعني هذا، لأن كما تعلمون البرنامج فهو إكزيكيتابل وبالتالي يتم تثبيته بوضع صامت، ربما هناك مشكل في النظام فقط. للإشارة فقط كان هناك سؤال. نعم الآن كما قلت سوف أدخل إلى إحدى الفروق التي أستغل بها مثلا. إذن لكي أشرح إذن كما قلت لن أشرح الكل لأن هناك حصة أخرى سوف تكون في الأسبوع المقبل إن شاء الله. إذا لاحظوا معي هنا كما قلت في الوجه جنرال عندنا بيبليكاسيون وعندنا فيشي، سوف أشرح بيبليكاسيون وسوف أشرح فيشي والأشياء الأخرى سوف ندعوها إلى حصة أخرى إن شاء الله. سي سليم لاحظوا معي هنا إذن بالنسبة للمتعلمين أنا بغيت المتعلمين ديالي يدخلوا الفارغ، كيفاش غادي يديروا؟ يعني أنا مثلا دخلتهم ولا مثلا بحال اللي كان واقع في المرة الأولى كنت كيقول لك أودي كيفاش التلام ديالي توصلوا بالرابط باش يدخلوا التيمز إلى غير ذلك. هو الحل شنو كان؟ كان أن مثلا المدير كيدير النون ديتيليزاتور يعني الكونت ديال التلميذ نون ديتيليزاتور معلومة وباس وكيدير معاه الرابط، يعني عندنا اللي كندير اختصارات الرابط. اذا كيفاش غادي نديروا ليها؟ نمشيو لهنا التيمز نضغطوا على هاد ثلاثه النقط. سي محمد باش يكونوا السيدات والساده المتابعين متابعين معنا، دابا تم انشاء القسم يعني عبر الطريقه هذا، يعني قسم افتراضي يتوفر على مجموعه من التلاميذ
وهذه هي الواجهة. هذه واجهات هذا القسم، وهذا القسم أسميته فورماسيون تيمز. نعم، إذن الآن أنا داخل القسم، دابا أشرح داخل القسم. إذا لاحظوا ما يكون هذا اسم القسم، هناك الأشياء الموجودة فيه. إذن هنا بيبليكاسيون في شيء سليم، لأن علاش هنا الشاشة عندما صغر يعني كبرت الشاشة بدأت تختفي بعض الأيقونات. عندنا مثلا بلوك نوت دو كلاس هو اللي تحدثنا عليه من قبل، عندنا دوفوار، عندنا نوت، عندنا ويكي إلى غير ذلك من مجموعة التطبيقات التي سوف نضيفها. عندنا هنا كما قلت أنا أريد أن أعطي رابط للمتعلمين لكي يلجوا المنصة. كيف أفعل ذلك؟ أذهب إلى هذه ثلاثة نقط وأبحث هنا أوبتونيغ أليان فيغ ليكيب، أضغط عليها وأقوم بكوبي لهذا الرابط، فهو كبير جدا. إذا سوف أقوم بكوبي له وأريكم كيف هو الرابط. إذا وضعته هنا كبير، إذا لاحظوا كبير. إذا ماذا يجب علي؟ يجب علي أن أقوم باختصار، هناك مواقع للاختصار مثلا بيت وانلي إلى غير ذلك، يعني تختصر الموقع وترسله للمتعلمين. هذه الخاصية الأولى. إذا أردت أن أعطي الكود للمتعلمين يعني أنهم يدخلون بكود، ماذا أفعل؟ نفس الطريقة، أذهب إلى هذه ثلاث نقاط، أضغط عليها، هنا ألقى جيغي ليكيب. لا سي سليم، لأن فاش كنكبر الشاشة غادي نحاول نصغرها شوية. لاحظ معي، أضغط على هذه الثلاثة نقاط، ماذا أجد؟ جيغي ليكيب. إذن مثلاً أضغط عليها، بعد أشرح هذه الخاصية. لاحظوا معي قبل أن أشرح الكود، مثلاً أن هذه الأيقونة لا تعجبني، أريد أن أضع أيقونة خاصة بي، أيقونة جميلة للمتعلمين. لديك طريقتين، الطريقة الأولى يا إما إذن هنا تضغط على هذا القلم وتختار من منصات تيم، يعني من المنصة، من مكتبة المنصة، هناك مجموعة من الخيارات. إذا كنت في البريمير تختار ديال البريمير، إذا كنت مثلا في سيكوندير تختار سيكوندير، سوبيريور تختار سوبيريور. هنا ما لم تعجبك أي أيقونة من هذه الأيقونات، وأنت كنت قد صممت أيقونة بالفوتوشوب أو الإليستراتور وأردت أن تضعها هنا، إذا ما عليك إلا أن تفعل شارجي. إذا تضغط هنا شارجي وتحملها من سطح المكتب أو أين وضعتها وتضعها هنا. بعد ذلك عندما تضع الصورة التي اخترت، إذن أضع هنا متر أجور لكي تتغير الصورة. مثلا سوف أنا أختار صورة، بعد ذلك أختار مثلا هذه الصورة وأضع متر أجور. سيسلم لك شي تساؤل قبل أن لا هي فقط يعني سؤال، هل يمكن استخدام تيمز من طرف أستاذين على نفس الحاسوب؟ أستاذين ربما هنا يتساءل. يمكن كما نفعل مثلا أنا وأنت، يعني ندخل في نفس هذا كده. علاش قلت أنا من قبل أنك تدخل معك أساتذة وتلاميذ، تلاميذ وحدهم، والأساتذة يعني يكون يعني ممكن أنا وياك نحضروا في لقاء واحد، ممكن أنا وياك نكتبوا لهم بجوج في نفس الحاسوب، ولكن غندخلوا بكونت واحد في قسم واحد، يعني اما غندخل بلوكونت ديالي ولا غندخل بلوكونت ديالك، ولكن غندخلوا نفس القسم. مثلا تكون شي استاذ والزوج ديالها ولا العكس، تيقريو نفس القسم. نعم، ولكن غندخلوا بكونت مثلا، ولكن داكشي اللي كتبوه هو ولا كتبته هي غادي يكون في القسم، يعني في القسم اللي غيكونوا فيه. هنا لاحظتوا انها تغيرت الصوره التي الايقونه التي كانت هنا، يعني انت تختار الايقونات التي تريد. هنا كما قلت سوف أذهب إلى ثلاثة نقاط، جيغي ليكيب، أذهب إلى بارامتر. لاحظوا معي هنا كود ديكيب، إذن أعطي للتلاميذ هذا الكود. لاحظوا معي أعطيهم هذا الكود ويدخلون بالطريقة التي قلت لكم من قبل، يعني يدخل يلجوا إلى المنصة، وعندما يفعل رجوان دون أن إكيب غادي يطلب منه غيكون يمشي للبلاصة اللي فيها الكود، يدخل الكود وبعد ذلك يدخل مباشرة إلى المنصة. مثلا أنا سوف أخذ هذا الكود، سوف أضع له كوبي وأشرح لكم الطريقة من بعد.
اذا مثلا انا استعملت الكود من بعد كنت في القسم واستعملوا الكلام كانوا عندهم الهواتف مثلا رجعنا للاقسام ديالنا عاديين واستعملنا هذا ولا انني ارسلت لهم ومن بعد خفت ان هذوك المتعلمين يعطيو لو كود لاي واحد وغيدخلوا عندي بزاف ديال الدم سهل الطريقه باش نوريكم كيفاش ممكن اننا يعني نسوبريميو التلاميذ اللي ماشي ديالنا ولا انني شنو غندير غادي نقدر نغير لو كود نقدر ندير ريانسياليزي لو كود اولا نسوبريمي مثلا غنقدر نسوبريمي لو كود انا نسوبريمي ما غيبقاش ولا بغيت ندير كود اخر مثلا شي وحدين ما دخلوش من المتعلمين ديالي قال لك استاذ راه ما دخلناش وبغيناك تعطينا لو كود ممكن انني غندير جينيري وغنعطيهم كود اخر يعني ها كود جديد اذا وغادي نرسل لهم هذا الكود وممكن انهم غادي يدخلوا بهذا لو كود اذا كيفاش انني نشوف نزيد مثلا واحد التلميذ بغيت نضيفه نسيتو ما ضفتوش بغيت نضيفه اذا كيفاش غادي نضيفه وكيفاش مثلا انني غادي نسوبريمي اذا مثلا شي تلميذ دخل ليا وما عنديش في القسم وبغيت نسوبريمي كيف هذا هنا باش السيدات والساده المشاهدين يفرقوا ما بين كيفاش غادي نبارطاجي لو ليان ديال واحد الكلاس فيرتوييل هما كاينين دو ميثود كوسوسوا باغ ليان اللي دار لها السي محمد في الاول هذه العمليه عندها واحد لو سوسي وان ما غاديش يدخلوا التلاميذ القسم حتى تعطيهم حتى الاذن انت هما تيدخلوا ولكن تيبقاو يتسناوك تدخلهم بالنسبه للكود لا كود تعطيهم بحال عطيتيهم الساروت قلت لهم دخلوا للقسم ما غاديش يكون مشكل هذيك الساعه الا دخل لك شي واحد يعني خارج القسم هنا هذه كاينه الحلول ديالها اذا هادو هما الاختلاف في الطريقتين بالنسبه للسؤال الاخر بالنسبه للتلاميذ الابتدائي قال احد المشاهدين ان التلاميذ الابتدائي لا يتوفرون على مسار هذا ربما غير صحيح لا بالنسبه للابتدائي من المستوى الاول المستوى الخامس ما كاينش يعني نعم المستوى الاساسي الاشهادي كاين الاقسام الاخرى هذا هو المشكل هذا المشكل اللي كنعانيو منه كاملين دابا ربما انه كما قلت يدخل اذا كان عندهم يعني حساب اخر مثلا الجيميل ولا الهوت ميل ولا الاوتلوك ممكن يدخلوا يعني يقوم بإنشاء قسم بالطريقة العادية اللي وريته أنا ويدخل تلاميذ القسم يعني سواء بالهوت ميل يعني بحساب آخر غير حساب تعليم أما من المستوى السادس فما هو فوق كلهم عندهم يعني حساب تعليم يعني بمصر فقط تم الاقتصار على الأقسام الإشهادية نعم في انتظار أن يتم تعميم العملية على باقي الأقسام نعم نعم إذن كما قلت سليم اللي عنده لوليا هذا هو الجميل في لوليان انك انت كتشوف واش هذا كيقرا عندك التلميذ كيقرا عندك غادي يولج للقسم ولا ما كاينش كيقرا عندك ما يولجش ولكن اذا كان عنده الكود غادي يدخل لان عطيتيه السيرو ديال الدار ما عندك ما دير داك الساعه غادي نوريكم الطريقه باش كيفاش غندير غادي نشوف اللي عندي غادي نخليه ولا ممكن انني سوبريمي اذا غادي نمشي نفس الطريقه ثلاثه النقاط غادي ندير الا بغيت نضيف مثلا غندير اجوتي الممبر إذا بغيت نضيف شي تلميذ إذا من هنايا غادي نكتب اسم ديال التلميذ وغادي نضيفه يعني مثلا أي تلميذ كان عندي نشوف مثلا ندير هيا مثلا أياكسو مثلا هيا غادي نضيفها هنا وغندير هنا أضفتها كتلميذة ولكن إذا بغيت نضيف مثلا أستاذ غادي ندير هنايا لأونسينيو وغادي نضيف أستاذ أنا أضفت هذا أياكسو كتلميذة وغندير فيرمي إذن غادي نجي هنا غادي نلقى آية ضفت أنا مثلا آية ما كتقراش عندي في هذا القسم هذا وبغيت نمسحها يعني بغيت نديرها سوبريمي نحذفها من هذا القسم إذن شنو غندير كنجي هنا مومبر اي انفيتي كنشوف شكون هما التلاميذ اللي عندي مثلا حنا عندنا هنا 137 مومبر وعندنا جوج ديال الأساتذة يعني شكون هما الأساتذة عندنا لي بروبريتير سالم المختار ومحمد قصو ممكن أنني سالم المختار نردو مومبر يعني غنضغط غير على هذا السهم هذا وغادي نرضو مومبر يعني ما يبقاش عنده خاصيات اللي عند الاستاذ ما يمكنش يحط اختبار ما يمكنش انه يدير بزاف ديال الامور اللي ممكن يديرها الاستاذ يعني التلميذ يدخل غيلقى الاختبار ويمكن يزيد الاختبار يعني كاين بعض الخاصيات اللي ممكن يحيدوا هاد التلاميذ ما يقدروا ما يكتبوش كاع كتحذف الخاصيه مثلا كتقول هاد النهار غادي نحذف لهم الخاصيه ما يكتبوش حتى نكونوا في اللقاء وعاد ناكتيفي الخاصيه اذا هنايا غادي نشوف مثلا الاسماء اللي عندي هنا اذا بغيت نمسح اي واحد غادي نجي لهذا المكان هذا اللي فيه علامه في وغنضغط عليه وغيتسوبريما اذا مثلا نفترضوا مثلا بغيت نسوبريمي اي قصو غندير ايا نرشيش عليها ها
هي مثلا هي اكسو نجي وندير لها سوبريمي ونضغط هنايا صافي غادي تكون سوبريمي ما تبقاش معايا. سي محمد انا نعم يمكن تشرح كومون اجوتي واحد ليليف فيا جيميل ولا هوت ميل مثلا؟ نعم انا غادي نشوف غادي نجي كما قلت اجوتي ا مومبر نضغط على اجوتي ا مومبر نديرو مثلا سليم نشوف انت الا ما كنتش داخل غندير سليم بروف لاحظوا معي ها هو سليم بروف جيميل اذا اضغط على سليم بروف هذا ندير اجوتي وغادي نلقى سليم دخل معايا وغندير فيرمي وغنلقى سليم هنايا ها هو كانت 130 137 سليم المختار غيكون داخل معايا اذا درت سليم هنا المختار غنلقى جوج غادي يدخلكم انفيتي فقط غيدخلكم انفيتي يعني عنده بزاف الخاصيات ما تكونش عنده ها هو شو لاحظتوا سليم المختار انفيتي ولا وضعت هنايا غادي نلقى المعلومات ديالو اذا دخل سليم بروف اروباش جيميل بوان كوم اذا هنا التخصص ديال الجميع انك كتعرف وكتعرف المعلومات سياسي واش عندنا ليكو واش ليكو كاين عندنا في الصوت سي سليم الكاتم ياك سي يوسف واش عندنا ليكو واش عندنا ليكو في الصوت سي سليم ممكن اتميم ما عرفتش غادي يجاوبونا لان الناس تقول عندنا عندنا ليكو سي يوسف سي انا ما كنسمعش ليكو بين ما كاينش ليكو لا اوكي تفضل اذا هنا انا انشات القسم مثلا وعندي واحد التلاميذ ضعاف وبغيت نشتغل غير مع هذوك التلاميذ اذا غادي نكريو الكانو اذا كيفاش غادي نكري كانو يعني واحد المجموعه صغيره غادي نجي لهاد ثلاثه النقاط غنضغط عليهم وغادي ندير اجوتي ان كانال غنضغط عليها وغادي نسمي مثلا جروب مثلا جروب ان يعني هاد المجموعه الاولى جروب ان غندير اجوتي يعني نفس الطريقه حتى هي غادي ندخل فيها المتعلمين شكون غندخل غير التلاميذ اللي مثلا ضعاف في واحد الماده وبغيت نتعاون معاهم يعني حتى اللقاءات اللي غتكون معاهم غتكون غير مع دوك التلاميذ اذا هنا كيفاش غنكري جروب نفس الطريقه كيفاش غندير ندخل غير التلاميذ اللي ضعاف بنفس الطريقه اللي دخلت فيها التلاميذ العادي الان السي سليم غادي نشرح البوبليكاسيون اوكي بالنسبه لهذه المساله بالسيدات والساده المشاهدين عندنا واحد القسم وبغينا نديرو دي جروب في هذا القسم يعني نفرقوهم القضيه ديال اللي كانوا تخدم مزيان ولا مثلا استاذ اعطي مثال استاذ الاجتماعيات ولا اي استاذ ديال اي ماده تيبغي يفرق المواد ديالو مثلا التاريخ يديرو بوحدو الجغرافيا يديرها بوحدها دونك غادي يدير واحد الكانال جغرافيه كانال التاريخ كانال التربيه المواطنه هكذا باش ما يدخلوش المواد في بعضياتها ويكون كل كانال عنده واحد الدور يعني واضح وبين مع من خلال يتم مقاسمته مع التلاميذ الشيء اللي غادي نشرحه دابا سي محمد سي محمد بقات لك واحد جو كخوا 15 مينوت حتى 20 مينوت نعم اذا هنايا كنت غنشرح هنايا لتحت ما كيبانوليش مزيان لان راه عندي مشكل ديال الشاشه ديال الشيري صافي اذا لاحظ معايا هنايا عندنا غادي نمشي بسرعه لهنا عندنا الفورما هذه الجميل فيها انك ممكن تكتب نص للمتعلمين بواحد العنوان مثلا نص قرائي وبغيتي انهم يقراو وتقول لهم تقراو وتعطيهم مثلا حتى تمارين وهذا ممكن تكتبو هنايا ودير الجميل انه هنا يعني عندهم نص الخاصيات ديال الوورد الحاجه اللي زوينه في هذا اللي عجبتني انا بزاف هي الا بغيت ندير انونس مثلا بغيت نعلم التلاميذ غنقول لهم النهار مثلا الاربعاء المقبل غادي نديرو لقاء تزامني او لا غنديرو مثلا يعني اختبار في واحد الماده مثلا غنديرو مثلا لقاء تزامني غندير انونس غادي نقول لقاء تزامني يوم الاربعاء يوم الاربعاء لاحظوا معي هنا
الا بغيت نغير اللون ديال هذه الخلفيه، اذا كنضغط هنا كنختار اللون اللي بغيت الخلفيه، بغيت زرق، بغيت انا انت عندك الاختيار، بغيت ندير انا صوره، اذا كنضغط هنايا عندك الصوره جوج، اما تاخذها من المكتبه ديال المنصه او لا تكون انت هيئتي واحد الصوره صوتيها من الحاسوب ديالك. انا غنشوفوا اللي كاينين ديال المكتبه. اذا هناك مجموعه كاينه جينيرال، كاينه مجموعه من الصويرات من البانير، عندنا هنا في لي كلاس هناك مجموعه، وهناك كليب اكتيفيتي هناك مجموعه. اذا انت تختار مثلا اللي بغيتي، مثلا اختار انا هذه وندير تيرميني. اذا بغيتيها من الحاسوب بنفس الطريقه، غادي نمشي للصوره وغنضغط على شارجي انيماج ونحملها. هنا غادي دير الموضوع اللقاء، على من غادي تتحدث في اللقاء، هنا شنو بغيتي تتحدث للمتعلمين في اللقاء. حتى الا بغيتي دير فيديو تعطيهم واحد الفيديو توضيحي ولا هذا، ممكن انك تاخذو، نعطيكم مثال، ممكن انك دير هنا فيديو من اليوتيوب وفي نفس الوقت تعطي التلاميذ اسئله، ممكن دير هنا حتى اسئله ب ب ب بطرق اخرى اللي ممكن غنشوفوها في لقاءات اخرى. اذا مثلا انا كنت بهذا غادي ندير له انت، اذا يجب ان اكتب شيء، ما انا اكتب اي شيء، انا كما قال ليس هناك وقت و اقوم بانتري. لاحظوا معي، سوف لاحظوا هنا يعطيني انونس، شيء جميل يعني مميز، ممكن للمتعلمين انهم يروا يعني ويسجلوه. النقطة الثانية، هنا يمكنني أن يعني بارتاجي مثلا أي دوكيمون، سواء فيشي أو باوربوينت بي دي إف إلى غير ذلك، إما عن طريق يعني أنا كنت اشتغلت مع واحد القسم مع واحد الكلاس وبغيت واحد دوكيمون بارتاجيه معهم في ذاك الكلاس، ممكن نمشي غير باركو اللي كانوا دي ليكيب ونختار هذاك الدوكيمون، أو لا إذا كان عندي الوان درايف ممكن نمشي لوان درايف وناخذ واحد دوكيمون ونبارطاجيه مع التلاميذ ديالي، او لا ناخذهم من الحاسوب، مثلا انا ناخذ واحد من الحاسوب. اذا غنمشيو للبيرو، مثلا غنبارطاجي هذا جيت تيمز بي دي اف، اضغط انتظر تقريبا هنا باش يتحمل. نعم غندير له تيليشارجي في شيء، اذا تيليشارجي، لاحظوا يقوم بعمليه التحميل، اذا رايت ما ينهي التحميل. لاحظوا معي هنا ايموجي كما كاينه في يعني في الواتساب الى غير ذلك، صور جيف الى بغيت اضيفها، اوتوكولون هنا مثلا شي تلميذ دار شي انجاز مزيان وبغيتي تشعو دير له واحد من الاوتوكولون. هنا الى بغيت ندير لقاء تزامني، الان دابا كنا حنايا انا غادي مع التلامذ وقال لي استاذ لا راه ما فهمناش هذه الخاصيه هذه وبغيتك تشرحها لنا، وما غنتسناوش ما غنقولهمش لا، وبلاتي غنجلسوا حتى نديروا واحد اللقاء، نهيئ واحد اللقاء، نبرمج واحد اللقاء عاد نشرح لكم. اذا ممكن نضغط هنا مباشره وغيكون اللي كانوا في التلاميذ اللي معايا الان غنلقاهم كاينين معايا وغنستدعيهم وغادي يعني نشرحوا ذاك الدرس اللي ما فهموش المتعلمين ديالي. هنا ممكن ناخذ فيديو من ستريم اللي هو شبيه باليوتيوب ستريم، هو اللي كنسميه يوتيوب ديال 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 مايكروسوفت، يعني ستريم حتى هي نفس الخاصيه ديال يوتيوب كاينه في ستريم. ممكن ندخل يوتيوب هنا، هنا بعدا ناخذوا الجيد قدنا ها هو، اذا بارطاجيت مع المتعلمين ديالي وغادي نشوفوا فين غادي نلقاو. اذا هنايا كما قلت من يوتيوب ممكن نضغط على يوتيوب وغنختار اسم الدرس اللي ما بغيت ندير، مثلا بغيت ندير لهم مثلا نواسخ الفعليه، ندير مثلا نواسخ الفعليه، ولكن كنكون ديجا يعني شفت الفيديو في اليوتيوب وكنقرا عليه باش نبارطاجيه مع المتعلمين. شوف الكونيكسيون، هنا نختار اي درس، مثلا انا شفت هذا الدرس هذا وغادي نبارطاجيه مع المتعلمين، اذا غنضغط عليه وغادي يلقاه ها هو، اذا ضاف المتعلمين. هنايا ممكن تجي تطبيقات اخرى جديده اللي غادي تشوفوها، مثلا اليوم ما غنشوفوا تطبيق كيما قلت لكم، هناك مجموعه من التطبيقات ممكن تضيفها، ممكن تضيف ويكيبيديا، حاله الطاكس، الفوروم، البولي، هذا ممكن تدير تمارين تفاعليه مع المتعلمين. اذا البلاس مثلا دابا كتشرح للمتعلمين كتقول لهم واحد المقهى، مثلا كاين شي مقهى في المدينه اللي فيها، مثلا انا في احبير بغيت نشوف واحد المقهى سميتها مثلا السعاده، غنقولوا فين جات المقهى السعاده،
ممكن غير نضغط ويعطيني ولا واحد مبنى تاريخي يقولوا مبنى تاريخي وغادي يبين لي الخريطه فين كاين كيتوشد يعني بحال اللي كنقولوا جوجل ماب يعني غادي تظهر لي انا. اذا هذا فيما يخص هذه الخاصيه. اذا هنا الخاصيه الجميله اللي غنترك لكم معها مثلا انا عطيت للمتعلمين ديالي واحد النص ديال اللغه الفرنسيه وقلت لهم غتمشيو تقراوه. اذا باش يقراوه كاين اللي يتعذر عليه باش يقرا ما كيعرفش يقرا مثلا وكيتهجى. اذا بغيتو انا يتعلم يعني بقى يسمعوا ويعاود يسمعوا ويعاود يسمعوا ويعاود يسمعوا حتى يتمكن من القراءه ديالو بطريقه جيده. او لا مثلا واحد المتعلم بغى يسمع ما بغاش يقرا هو هذاك النص اللي عطيتيه له ما بغاش هو يقرا بغى يسمع له بحال اللي راه الاستاذ كاين معاه ويسمع داك النص. ولا انك تعطي المتعلمين واحد الاخر وغتقول لهم هذا الطريقه من هذا النص هذا غتقلبوا لي على الاسماء وعلى الافعال وعلى لي زادجكتيف ولي زادفير. اذا كيفاش غادي ندير هذه الخاصيه هذه وهي خاصيه جميله جدا. وحتى الترجمه مثلا واحد الكلمه ما فهمهاش المتعلم وبغيتي تعطيها له ترجمه بصوره ولا انه يشرحها له مثلا ب ب ب ب بالفرنسيه ولا باللغه العربيه ولا اللغه اللي بغيتي انت. اذا شنو غندير غنمشي لهذاك النص اللي بغيت انا وغادي نضغط على هاد ثلاثه النقط وغنمشي لواحد لاد سميتها ليكتور اميرسيف. اذا غنضغط عليها اذا لاحظوا معي هنا كيعطيني النص. اذا باش غنقرا هذا النص هذا غنضغط على هذه ليغ ويعطيني قراءه النص. الحاجه الثانيه غادي نضغط اذا بغيت السرعه ديال القراءه غنضغط هنا غادي نقول بعدا شكون غيقرا هو الصوت رجل ولا صوت امراه والسرعه ديال القراءه واش تكون سريعه جدا ولا تكون بطيئه ولا بطيئه جدا انت كتختار السرعه ديال القراءه. من بعد ذلك اذا الى بركنا هنايا غيبقى يقرا له النص. اذا واش بغيتيه يقرا كامل بحال هكا ولا بغينا مثلا نعطيك مثال نقدر نعطي التلاميذ يقراو بلي سيلاب مثلا التلاميذ ديال الثالث. اذا هنا بعدا اولا غادي تعطينا على الخط واش بغيتي خط كبير بغيتي خط صغير باش مكتوب النوع ديال الخط توسع مثلا هذا الفرق ما بين الكلمات يكون واسع بزاف يعني ما بين السطور يكون ناقص اللون ديال الخلفيه اللي بغيتي دير ما نطرقولهاش الان. نشوفوا هنا اذا بغيتي تقرا بلي سيلاب اذا غنضغط هنايا غيبقى يقرا له القراءه المقطعيه باللغه الفرنسيه. بغيتي يفهم الدري يعرف فين كاينين لي نو هو كيعطيه لي نو بهذا اللون هذا يعطيه لي فيرب بهذا اللون هذا يعطيه لي زادجكتيف يعطيه لي زادفيرب اللي كاينين في الاخر. الا بغيتي تافيشي يعني انه يضغط هنا يبقى يقول فيرب نو الى غير ذلك. هنا ممكن نوقفوا هذه الخاصيات نتوما تكتشفوهم ان شاء الله من بعد كنحاول نزرب لان كما قال لي سليمه كاين شنو الوقت بزاف. اذا هنا واش بغيتي يقرا بسطر بسطر اذا درت بحال هكا غيبقى يقرا له سطر بسطر او لا بغيتي يبقى يقرا له بثلاثه السطور لان كيعتبر هذا الباراغ سطر او لا يقراه كامل يعني بنصوص بحال هكا انت كتختار اللي بغيتي الطريقه. اذا انا غادي نوقف هذه الخاصيه. انا كما قلنا ايماجي يعني غتكون ترجمه بالصور مثلا هنا غادي نجي ندير بيبيوتيك الى ضغطت عليها لاحظوا معي كيعطيه مكتبه ولا ضغط عليها غيعطيها له كتقرا مثلا جاء ام غتعطيه صوره وغيفهم التلميذ ويبرك هنايا غيسمع ام يسمع ام ويشوف الصور. اذا هذا يعني جميل جدا. ادوغ ما عندهمش هنا صوره ما داروهاش لي كوسان هما يعطيونا الاخر يعني بالصور او لا بغيتي الترجمه مع الصوره باللغه العربيه تكون الصوره والترجمه مثلا باللغه العربيه غتختار هنا اللغه اللي بغيتي مثلا غنختار هنا عرب ولا فرونسي اللي بغيتي. واش بغيتي يترجم له كلمه بكلمه ولا النص كامل دوكيمون كامل مثلا درنا كلمه بكلمه غنمشيو مثلا بيبيوتيك لاحظوا معي ها هو عطاك مكتبه عطاها له باللغه الفرنسيه باللغه العربيه كيفاش كتنطق وعطاه الصويرات. اذا هذا ما يتعلق بإيميرسيف. المره الان اللي فيشي سي سليم غادي نمر الفيشي الان باش الى كان شي تساؤل قبل. اذا الى بغيت نبارطاجي ملفات سي سليم مازال الوقت مازال الوقت ولكن غادي نخليه الاسئله ربما لان الحصه الان شرفت الانتهاء. وقاسي سليم غير شويه وغادي ننتهي. لاحظوا معايا اذا عندنا كما قلنا شارجي اذا بغيت نحمل فيشي فيشي اللي بغيت بي دي اف صوره اي شيء مثلا شارجي مثلا انا صوره غادي دير اوكي غادي تحمل غتوضع هنايا مثلا كيفاش غيدير يحمل هذا المتعلم باش يشوفها مثلا غادي غنضغط على ثلاثه نقط
هنا كيسالي المشكل الكونيكسيون باش يكون التحميل كيدغي ثلاث نقاط غتلقى تيليشارجي وتلقى سوبريمي لو بغيتي تمسحها هو مازال كيحمل الصوره. هنا غنشوفوا لوفو يعني ممكن انك تعطي واحد العمل مجموعات للتلميذ. نعم هنا الى بغى كما قلت غادي يمشيو لهاد ثلاثه نقاط. الى بغى ياخذ غير الكوبي لو ليان ديال الصوره بغى يتيليشارجي الصوره انت الاستاذ ممكن تسوبريمي هذه الصوره اما التلميذ ما يمكنش يسوبريميها. تبدلها الاسم ديبلاسيها تديها دير اوفريدون شوبون تكوبي الى غير ذلك. عندك يعني مجموعه من اكسترال الى غير ذلك مجموعه من الاشياء. هنا مثلا كما قلت في شيء نوفو مثلا التلاميذ قلت لهم يخدموا بعمل مجموعات ولا انت دابا حنا كنكونوا مثلا اربعه ديال الاشخاص وبغينا نديروا الاستاذ طلب منا واحد دوكيمون قال لنا غادي ديروا لي مثلا شي حاجه على البيئه وغادي نخدموها اما سواء بالوورد ولا بالباوربوينت وغنخدموا عمل مجموعات. اذا شنو كيفاش غادي نديروا مثلا غنختاروا مثلا الوورد وغادي نشتغلوا كاملين غنعطيو اسم نسميه مثلا نكتب بالعربيه ندير مثلا اكزير مثلا 3 3 ندير كرييت لاحظوا من في الوورد غيتفتح فقط للإشارة سيدات المشاهدين أن الأسئلة ديالكم غادي ناخذوها يعني بعد نهاية الحلقة وسنجيب على البعض الآن والبعض الآخر إلى الحصة القادمة إن شاء الله لأن هناك كم هائل من الأسئلة وارتأينا إلى تقسيم هذه الدورة إلى دورتين حتى يعني يتسنن الإجابة على معظم الأسئلة إن شاء الله. إذن نسأل البعض إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. نعم هنا كما تشاهدون نحن في الوورد مثلا هنا الكل يكتب ممكن تقول كل تلميذ يكتب بلون. هنا الحوار إذن كونفرساسيون ممكن أنهم يتحدثوا هنا بيناتهم غيكون شات يعني أنني نكتب بونسوار لماذا كتبت مثلا هذا الشيء لا يجب أن تكتب هذه الفقرة إلى غير ذلك يعني يكون حوار ما بين المتعلمين هنا. بالإضافة إلى ذلك أنك يمكن أن تتحدث والبرنامج يكتب ولكن هنا هذا فين غير نحتاجوه نحتاجوه في التلاميذ مثلا اللي عندهم مشكل في النطق في لا برونونسياسيون مثلا كتعطي واحد يكتب واحد النص وكيكتب البرنامج كيكتب داكشي اللي كيسمع مثلا اذا كان التلميذ كيدير الاخطاء في لا برونونسياسيون اذا كتبها غيعطيه الاخطاء غادي يبقى التلميذ غيقول ولا راه ما كتكتبش هكا راه درت خطا اذا انا ما برونونسياتش مزيان اذا خاصني نعاود باش مزيان باش نبرونونس. إذن هنا ممكن هذه العملية تسهل عليكم ممكن حتى الأساتذة تسهل عليهم هذه العملية مثلا اللي كيكتب ما كيزربش يقدر يعني يهضر بلا فوا وكيدير الديكسي هو كيكتب داكشي اللي بغيتي من بعد يعني صافي غادي دير فيرمي غادي هذا فوق ما التلاميذ يرجعوا غادي يلقاو داكشي مسجل عندهم ويكملوا داكشي اللي كانوا بداو على ما ينهيو والأستاذ راه كيدخل دائما كيدخل ويشوف داك العمل اللي كيقوموا به التلاميذ يعني عمل مجموعات ها هو انا لاحظتوا غتلقاو اكزيست 3 يعني فوق ما دخلوا غير يشوفوا العمل. انا لن اتحدث على بلوك نوت وما نتحدثش على الدوفوار لان خليتها للحصه المقبله ان شاء الله لان تطلب وقت كبير. الان اللي غندوز الخاصيه اللي قلت لكم الجميله وجميله جدا اللي هضرت عليها هي غادي نشوف التلاميذ واش كيتفاعلوا معايا ولا ما كيتفاعلوش يعني بحال غندير تحليل واش انجزوا التمارين ولا ما انجزوش التمارين شكون التلاميذ اللي كيتفاعلوا ولا ما كيتفاعلش غيعطينا بالاسماء ديالهم لان غنعطيكم جوج طريقات كاينه الطريقه ديال البرنامج اللي غادي نشوفوها اللي كيعطيك الاناليز اللي كدير سيمانه وكنا ما كنعرفش التلاميذ شكون اللي دار كنعرف غير جلوبال. الان غادي ندخلوا واحد التطبيق جديد وجميل جدا. اذا باش كندخل داك التطبيق كنجي لهاد البلاصه اللي فيها زائد غنضغط عليها. اذا قبل ما ندوز للتطبيق مثلا انا عندي بغيت ندخل تلاميذ واحد الموقع عجبني انا مثلا واحد الموقع غنشاركوا معكم دابا فيه الحكايات وفيه الاناشيد وفيه الاخر باللغه الفرنسيه بغيت نديرو التلاميذ ما يخرجوليش انا من المنصه يبقاو في المنصه داكشي علاش قلت لكم انا التيمز منصه جميله جدا التلاميذ يبقاو في المنصه ما يخرجوش من القسم. التلميذ فاش كيبغي يخرج عندك في القسم الا لا بغى يمشي يمشي يفطر يمشي صاحبو ولا شي ستيلو ولا لا كان غيمشي للمرحاض حتى انايا ما غيخرجش هذاك محمد وهو اجابه على هذا السؤال كومون بارطاجي سور تيمز ا لوسون فيت بار نت كويز برو دونك نفس الطريقه هذا الاستاذ ما بيتحضر يعني كويز ويريد ان يشتغل به في تيمز. نعم اذا هذه الطريقه شنو غنديروا اذا غنمشي لهذا السيت سيت ويب غنضغط على سيت ويب
هذه يعطيني هنا سيت ويب يعطيني الاسم ديالو مثلا نسميه هنا اونفو مثلا خاص بالاطفال مثلا انت تسمي شنو عندك اللي بغيتي تسميه هنا خاصني له ليان ديال الموقع اذا غادي نمشي للموقع ها هو انا عجبني edit-histoire.com غادي ندير له كوبي غادي نجي للتيمز غندير له هنايا كوليك انت ممكن تدخل هنا تيلميتيس ممكن تدخل تيلميتيس غنضغط هنا انريجستري انتظروا شويه على مشكل كيما قلنا مشكل كونيكسيون وغادي نلقاو الموقع غادي لاحظتوا ان الموقع موجود هنا اذا نفس الطريقه ممكن تدخل اي موقع عندك بلوغ ممكن تدخل حتى البلوغ ديالك هنايا وتكون عندك واحد بلوغ مصاوب به تمارين الى غير ذلك ممكن تدخل اي شيء بهذه الطريقه هذه بنفس الطريقه انا كنت دخلت مثلا في القسم اللي كريت ندخل فيه ديال تيلميتيس المستوى اللي كندرس انا ما دخلتش كلشي يعني غير داكشي اللي يتعلق بالمستوى اللي كندرس انا الان غندوز لكم الخاصيه اللي كيكون باش غنشوف واش كيتفاعلوا معايا ولا لا غادي نشوفوا هذا يعني هذا القسم واش كاين هناك تفاعل اذا غادي نمشي لهذا بليس هادو تطبيقات اضافيه كنزيدوهم مع التيمز غادي نمشي لهنايا لاحظوا معايا ان سايت غادي نضغط عليها وغندير انريجستري لاحظوا معايا شنو كيعطيني اكتيفيتي نيميريك شحال نوت مويان اكتيفيتي دون لي طون طون مويان دو روتور اكتيفيتي كومونيكاسيون اذا غتلاحظوا بان غيعطيني جميع التلاميذ هنا وغيعطيني الاحصائيات هنا واش بغيت الاحصائيات ديال 30 يوم واش بغيت ديال 7 ايام واش بغيت ديال اجوردي لاحظوا معايا التلاميذ هنايا كلهم كاينين ها لاحظوا لم يكن هناك تفاعل اليوم حتى واحد ما دخل الا درت ديال 7 ايام نفس الطريقه غادي نشوف هنا غنشوف الا بغيت غير تلميذ واحد غادي نضغط هنا انا نشوف هذه الطريقه الا بغيت نحمل في شي اكسل غادي ندير اكسبورتي فير اكسل لاحظوا معايا لمده سيمانه نفس الطريقه اذا هناك تفاعل وحيد ها هو من عند عدنان بعزيزي فوقاش ما بين يوم 4 مايو كان هناك تفاعل يوم 4 مايو الا بغيت ديال 30 يوما ها هو اكتيفيتي نيميريك 9% نوت مويان اوكان اكتيفيتي دون لي طون اوكان دوني طون دو مويان غوتور ما كاينش اكتيفيتي دو كومونيكاسيون ما كاينش اذا درت 30 يوم اذا كاينه 48% ديال التفاعل هنا اوكان دوني 32 كومونيكاسيون اذا هنا ممكن الاخر كما قلت غنلاحظوا هنا غنلقاو اشاره هنا ممكن انني نشوف غير تلميذ واحد او هنا كاين تفاعل هنا كاين هنا كاين هنا اذا ممكن نشوف غير تفاعل واحد مثلا غنشوف هذا دونك من الخاصيات الجيده ايضا سي محمد هي الجديده في تيمز هي تتبع الغياب غياب التلاميذ في الاقسام الافتراضيه الحضور هي هذه دابا غنشوف مثلا لاحظوا معايا هي ما كاينش يعني ابريل 5 ابريل ما دخلش ابريل 6 ما دخلش ابريل 7 ما دخلش 8 ابريل ما دخلش اذا فوقاش دخل ما دخلش حتى نهار 17 ابريل اذا كيعطيني حتى الغياب واش دخل وشحال كتب يعني اذا كان تفاعل كتب شي ميساج ولا هذا غيبان لي واش حتى الا انزل شي تمرين الا واش انا هنا ما كنعطوش اختبار لان هذا ديال الاساتذه الا دار شي اختبار كيقول لي شحال عدد الاختبارات اللي انجز واللي ما دارش غيقول لي شحال اذا هذا من الخاصيات الجميله اللي ضافت هذا تطبيق جديد تضاف الى مشينا للتطبيق اللي ديال لاحظتوا هذا التطبيق اللي زدنا ديال انسايت مع التطبيق اللي عاطيه ديال المنصه غادي نمشي لجيغير ايكيب غادي ندير انا لاحظوا معي غادي نمشي فاش كاين القسم ديالي غندير على ثلاثه نقاط غندير جيغير ايكيب غادي نمشي الاناليز حتى هو كيعطيني ولكن كيعطيني لاحظوا ما كيعطينيش ما كيعطينيش جات كم اذا كيقول لي كاين عندك 139 اتيليزاتور اللي فهاد المجموعه عندنا تسعود ديال لي زابليكاسيون اللي داروا بوبليكاسيون 0 ريبونس 0 137.47 ميجا اللي كاينه فيه العدد 18 يعني هاو هذا يعطيك مثلا ديال الا كنتي بغيتي دير تقرير اسبوعي ولا تقرير شهري على القسم كامل ولكن اللي قبل كيعطيك ديال كل تلميذ والغياب ديالو والانجازات ديالو والتفاعل ديالو اللي كيكون يومي
سي سليم، هل تضيفني 10 دقائق باش نشرح كيفاش نكريو ولا يعني نديروا اللقاء التزامني؟ كنا لي فيه لقاء تزامني هو اللي بقى ليا. اذا كيفاش غندير؟ عندي جوج ديال الخاصيتين. الا كنت في الجروب، الا كنت انا في هذه المجموعه هذه، انا بغيت ندير غير مع هذا القسم هذا. سي محمد غادي نكتفي بهذا القدر ونجاوب على بعض الاسئله. لا بغيت غير 10 دقائق ولا ولكن نشوف على الاخوان اذا بغينا نوقف باش نخليو حتى الحصه الجايه، ما كاينش مشكل. واخا مرحبا مرحبا. بعض الاسئله هنا. شنو الفرق بين الشارجي اي تيلي شارجي؟ نفس الطريقه. تيلي شارجي هو انك تحمل، وشارجي انك توضع. دونك الا كان شي منتوج توضع على المنصه عندي شارجي كيتي شارجي، كان شي شي باش يحملو هو. اوكي ياخذو يشوفو واش كاينه شي طريقه وما هي انواع. بلاتي شوف اي حاجه درتها حتى اللي في شي اللي بارطاجيتهم في شي غادي يلقاهم هنايا في البوبليكاسيون، ولا درت شي في شي حاجه بوبليتها هنا في البوبليكاسيون غادي يلقاها في شي. وها هو لاحظت واحد القضيه فازت ان سايت، شنو عطاني؟ عطاني بان واحد الحاجه راه ضافت جديده، يعني اكتيفيتي ضاف جديد، كيعطي لك هنا اولا كيعطيك هنايا كيبقى يخرج لك نوتيفيكاسيون. اسئله سؤال اخر، انا فقط اختار اسئله على اننا ان شاء الله في الحلقه القادمه سوف نجيب على معظم الاسئله ان شاء الله والكل. السبورات، هل يمكن تبادل السبورات بين التلاميذ والطرق ديال السبورات اللي كاينين في تيمز؟ طبيعه الحال نعم. نعم سي سليم. اذا هنا غادي نخليها الحصه الاخرى اللي غادي نوريكم جوج ديال انواع ديال السبورات، وهما سبورات جميله. ممكن اذا كانت دابا غادي نوري غير السبورات سي سليم وغادي نوقف غير السبورات. اذا مثلا ما غاديش نشرح الاخر، غادي نوريكم السبوره. لا غير جاوب على الاسئله سي محمد. نعم كاين جاوب على الاسئله. سؤال آخر، هل يمكن من التلاميذ من الدردشة في الفصل؟ الدردشة بيناتهم؟ إلا أعطيتهم خاصية أنهم يدردشوا هنا يمكن أنهم يدردشوا، وممكن أنهم يعني في هذا القسم على حسب أنت لمن، واش غتخليها لهم ولا ما تخليها لهم؟ واش بغيتي يعني حتى فاش ما تكونش يمكن يديروا يعني فاش كتمشي البارامتر تجيريها وكتقول بأن هذه ما نخليها لهمش ما نخليهمش غادي نخلي غير أنا. وكنقول حتى يبداو الحصه تندخل انا مثلا نبدا الحصه عاد نعطي لهم. بغيتي تخلي راه ممكن انهم يكتبوا اي حاجه بغاو بيناتهم ممكن يكتبوها طبيعه الحال. اذا بالنسبه للاخر يكونوا يديروا كونفرساسيون مثلا بحال التلاميذ بغاو يتحاوروا بيناتهم ممكن يديروا كونفرساسيون. بغيتي واحد تكري لهم واحد الكانال يبقاو شي بارطاجيو بيناتهم يهضروا بيناتهم غير بيناتهم خارج الفصل الدراسي مثلا وحدين بغاو ديما كيتحدثوا وانت ما بغيتيش تبقى تشوف داك دائما غيكسل هاد الكتابات في يعني في بوبليكاسيون ممكن تكري لهم كانال ويخدموها. كاين سؤال اخر، كيف يمكن دمج قسمين وارسال نفس الدرس لهما؟ طبعا الحال العمليه سهله. نعم بالطريقه اللي ممكن يدوري في البوبليكاسيون ممكن انك هذا الدوسي هذا ولا هذا يبارطاجي هنا وفي هذا القسم هذا وفي هذا القسم الثاني. انا فقط اختار بعض الاسئله عذرا كاينه واحد باش نسش واحد خاصية اخرى مثلا انا هاد البوبليكاسيون عجبتني وما بغيتش نقراها دابا هاد لا فيديو فيها زوين وبغيت نقراها وتحت غدا غادي نقراها. واليوم كاين هنا مثلا عندنا في هذا القسم كاين التفاعل كاين بزاف ديال الناس كتجي وكتكتب غادي يطلع لي حتى الفوق باش غادي نقول غادي نرجع له وغادي نشوفه وغادي نتعذب. اذا شنو غندير انا عجبني هاد لا بوبليكاسيون بغيت نشوفها غادي نجي غنكليك على ثلاثه النقاط وغندير اونريجستري سو ميساج. اذا الا ضغطتو غادي نحافظ عليه اذا غنضغط عليه هنا غنحافظ عليه باش غادي نرجع وغادي نلقاه غادي ها هو راحته انه عطى اونريجستري غادي نجي الصوره ديالي غنضغط عليها غادي نمشي لونريجستري غادي نضغط عليها غادي نلقى جميع داكشي اللي اونريجستري في جميع لي كلاس اللي كنت فيهم غادي نلقاهم هنايا غادي يبانوا لي وغادي نعاود نرجع له. ها هما قال لي درت لهم اونريجستري باش نعاود نشوفهم فوق ما كنت مسالي باش نشوفهم. اذا بهذا نكون قد انهينا تفاصيل هذه الحلقه. المضمون إن شاء الله فمجموعة أو جمعية فاديب القطب التكنولوجي تضرب لكم موعد مع تكوينات جد ممتازة حصرية وبمعلومات جديدة وبتطبيقات جديدة وبرامج وبرانم جديدة. كونوا في الموعد هذا الأسبوع فطبيعة الحال سيكون كل يوم دورة تكوينية مع خيرة شباب وشابات الجمعية سيدة والسادة في الجمعية مع أيضا الجمعية منفتحة على كل المواضيع منفتحة على كل المبادرات.
إذن شكرا لك محمد على العرض القيم، نضرب موعدا في لقاء آخر. شكرا لكل من يعني عمل معنا على إنجاح هذا اللقاء المباشر، ويعني إلى اللقاء. رمضان مبارك وليلتكم مباركة سعيدة. إلى اللقاء. إذن انتظرونا في يوم الاثنين القادم إن شاء الله.